عندها تفاصيل كتير في حلقتنا النهارده، فتعالوا نتعرف على ابرز العناوين. استبعاد يمنى عياد من منافسات الملاكمه في اولمبياد باريس بسبب الوزن الزائد. منتخب اليد يفوز على المجر في اول مباريات اولمبياد باريس. منتخب الكرة الطائرة يخسر من بولندا في أولمبياد باريس. الصين تعلن التحدي بعد حصد ذهبية الغطس في أولمبياد باريس. اليابان تقرر استبعاد قائد منتخب الجمباز بسبب التدخين. منتخب أمريكا لكرة السلة للسيدات يعلن المنافسة على الميدالية الذهبية للأولمبياد. منتخب الناشئين يصل تونس لخوض بطولة إفريقيا للطائرة. كوفلين تتصدر بطولة كندا المفتوحة للجولف. بيريتيني يفوز ببطولة النمسا المفتوحة للتنس.